سؤال الذي يقوله أكثر الناس الحاقدين على الإسلام، أن الله يعلم مصير كل مخلوق، فلماذا خلق أصحاب النار وهو يعلم مصيرهم؟ بينما في العلم ما يغير الواقع، الله عز وجل يعرف أن هذا باختياره يصل إلى النار وهذا باختياره يصل إلى الجنة. يعني أنا الآن لما أطلب من الدولة أن تعطيني قطعة أرض حتى أزرع، والدولة تعرفني كسول، تعطيني هالفرصة هاي، تعطيني قطعة أرض ولو رح أزرعها، إذا ما زرعت تأخذها من عندي. كذلك الله عز وجل يمنح إنسان قابلية، ما يحرمه، لأن الله ليس في ساحته بخل. إذا طلب الوجود من الله، الله يفيض عليه الوجود. وهذا من أدق البحوث الفلسفية، أن وجود الإنسان يعني ما هي يعبرون عنها قبل أن يخلع عليها الوجود، هي داعية بلسان الحال إلى أن يمنحها الله الوجود. أقرب لك المعنى، مثل إيه؟ يعني مثل الأرض العطشانة. الأرض العطشانة يقولون بلسان الحال تطلب من الله المطر، مو بلسان المقال. والله عز وجل ليس في ساحته بخل، لكن يفعل الأصلح. فإذا أصاب الوجود على واحد وطاع اختيار، يبقى هو اختياره، يختار عمل الخير يذهب إلى جنة، يختار عمل الشر يذهب إلى نار. نبهي، لكن كونه يختار عمل الشر مو معناه الله يحرمه من الوجود، لا لا، حرمه من الوجود يعني ما أعطاه فرصة التكليف. والله عز وجل عندما يعطيه فرصة التكليف يريد يدري به، يعلم به، لكن يريد أن يظهر معدنه. المفروض أن التكليف حتى يصح معه الثواب والعقاب.